حديث حديث مع لاعبين، اخر تعليمات اخر ترتيبات، استعدادات كبيره. كذلك رشيد الطاوسي تحدث على انه اخر مباراتين للرجاء في كاس العرش امتد الى الاشواط الاضافيه، فبذلك يعني الطراوه البدنيه قد تلعب دور كبير في هذه المباراه. قال على ان تلك المباريات خصم الباص تست 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 أعضاء المكتب المديري مشاهدي سبورت اينما كنتم اينما توجدتم، تتابعون معنا القصه التدريبيه الاخيره للرجاء الرياض. حصل في التخصص لوضع اخر الركوشات على التشكيله التي سيتم الاعتماد عليها في المباراه. لا في المواقع، لا ماشي غلط، لا قامل الكاميرا دي البطولة ماشي غلط. يلا خلاص يلا هرسل لك. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.